خدت على الصوفا مع حسن فز. نعم دفنت قالي وين دفنت قالي حموريا يا اخي جيب لي على هون. قال دفنوها مع الشهداء، شهداء كثير ودفنوها معهم. بس صورت لك اياها، شوف هي صورتها. شفت صورتها؟ قلت له هي. قلت له هي يا بنتي بنتي. فقعدت قدام المحل عرصيف ما ضل حدا. عندي 3 اولاد 4 اولاد وامهم واخواتي الصغار، هدول مثل اولادي يعني انا عم ربيهم. ما ضل حدا بالبيت، خالص البيت نظيف نظيف. اجوا اولاد حماي قلعتهم، ما عاد شفت. قلعتهم قلت لهم لا تضل لكم سهر، ولا اخت ولا اولاد اخت، ما عاد بدي اشوفكم، يعني ما عاد بدي اشوفكم بنوب بنوب. ما بدي اشوف حدا من طرف مرتي، ولا بدي اشوف حدا من طرف اولادي، ما عاد بدي اشوف حدا بنوب. قاعد انا وياهم والله عم قلعهم، وانهم عم يقولوا لي صلي على النبي طول بالك. ما بدي اشوف حدا. اجى عمي ابو كمال قلت له ما بدي اشوف حدا، ولا بدي اشوفك الك، ولا بدي اشوف ابي، ولا بدي اشوف امي، ما بدي اشوف حدا خلص، ما اتركوني بحالي. ما بدي اشوف حدا. قطعت الامل من كل شيء. ما ضل لي شيء بالدنيا اسال عنه بنوب بنوب. قطعت الامل من كل شيء. واذا بتصف سياره بيقول لي عمي يا ابو موفق جبت لك بتول. ما يعني ردت لي الروح. يعني روحي ردت الي. ركضت على السياره، طالعتها من الشباك، سحبتها من الشباك هيك وصرخت. ما بعرف شو حكيت. المهم كتر ما براشينا بالمي ومغيرين لها اوعيه وشعراتها هيك منكوتي، ما باينه انه بنتي. يعني ما باينت معي اول شيء انه لو ما قال لي بنتك بتول ما. ولحد الان بقول يمكن دافن اولادي عايشين. دافن المراه عايشه، ما بيروح من بالي هذا الشيء. ما بيروح من بالي هذا الشيء انه اكون دافن ولد مدفون ولد من هالولاد وعايش هو. حسبنا الله ونعم الوكيل.